كنت في سجن برج الرومي. ما شوف حاب نقول لكم ما عندي حتى تحامل. أنا الرئيس بورقيبة وقت جابوه للقصبة قبل دفنه مشيت انحنيت عليه أمامه قريت الفاتحة وعطيته السماح دنيا واخر لأنه ما ظلمنيش. أنا ظلمت روحي وقت دخلت في المعمعة السياسية ونعرف شني قيمتها. اللي عذبني اسمه سيلهادي أكيد أنه توفى وقت اللي كان يشوف فينا اللي احنا مجرد تقريب تلامذة طلبة في السنة الأولى عمرنا في 2021-2022 كان يعذب فيا وقت يخرجوا زوز كوميسارات مش نسميهم لأنه أحياء سي محمود الحفصي محامي في الساحل الآن وسي حسن عبيد مشهور منعرفش متقاعد منعرفش عليه وين وقت اللي كانوا يخرجوا كان يعتذر لي لأنه شوف أنه يعذب في ولد صغير قال لي رأي هذه الخطوة نهارة اللي حكموا عليه 11 سنة كان يبكي يهز فيها للباقة بشهزوني للسجن يبكي فبالتالي أنا ما عندي حتى حق.